مهام الإمام الغائب. من أهم المهام التي جعلها الله تعالى للإمام، أي إمام معصوم، مهمتان: مهمة الولاية التكوينية ومهمة الولاية التشريعية. والغيبة عن الظهور في المجتمعات لا تعجزه عن القيام بأية من مهمتيه. يؤدي الإمام الغائب مهمته التكوينية في غيبته بتوفر، ولعلها مهمته الكبرى، فغيبته لا تؤثر عليها مطلقا، لأن أداءها لا يتوقف على الظهور بين الناس. وتشبيه فائدة الإمام الغائب بفائدة الشمس الغائبة خلف السحاب إشارة إلى أن الإمام في غيبته يؤدي ولايته التكوينية، كما أن الشمس الغائبة خلف السحاب تؤدي خدمتها في تربية الكائنات الدائرة في محيط شعاعها، رغم السحاب الذي قد يحجب عنها بعضا من تلك الكائنات. وأما بخصوص مهمته التشريعية، فالإمام المنتظر باعتباره استمرارا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا تكون مهمته في التبشير بمفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل، حتى يتوقف أداؤها على معايشة الناس، وإنما تتلخص مهمته الكبرى في صيانة المفاهيم التي نزل بها القرآن وبشر بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأداء مهمة صيانة الشريعة لا يتوقف على معايشة الناس، لأنه فورما يجد أيا من المفاهيم الإسلامية معرضا للتشويه، يستطيع المبادرة إلى إيضاحه وتأصيله بواسطة بعض من يمكنهم الاتصال به. ومن أسباب انتقال الإمام المنتظر إلى هذا العالم قبل موعد ظهوره بفترة طويلة، إعداده لمهمات خاصة لم تطرح حتى اليوم على الذهنية البشرية. ونحن في هذه الفترة من عمر البشر لا نستطيع استجلاء تلك المهمات، ولكن قد نستطيع أن نستشف بعض ملامحها من خلال الأحاديث المبشرة بالحضارة المنتظرة، كالحديث الذي يقول بأنه يستنفذ خيرات الأرض والسماء، وأنه يأتي ببقية العلم 100 حرف، ويطيل أعمار الناس ويكمل عقولهم. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعبين قرة للعيون.